تطبيق تيك توك وصناع المحتوى في الولايات المتحدة يواجهون الخطر. لماذا؟ لأن تطبيق تيك توك معرض للحظر في الولايات المتحدة. سنتعرف الآن على التفاصيل. في لحظة توافق نادرة بين حزبين الجمهوري والديمقراطي، مجلس النواب الأمريكي صوت بأغلبية ساحقة على حظر تيك توك، وذلك لأن ينظر على أن التيك توك يشكل تهديد على الأمن القومي الأمريكي، ويتم استخدامه بحسب تعبير أمريكا للتجسس على الأمريكيين وعلى بيانات حساسة. هذا المشروع الآن في بيد مجلس الشيوخ، وأفاد القانون بأن أمام التيك توك 6 أشهر إن لم يتم بيع بايدنس وهي شركة الأم لتيك توك لمستثمرين أمريكيين سيتم حظرهم. وأفاد وزير خزانة أسبق بأنه الآن يقوم بجمع مستثمرين أمريكيين لشراء بايدنس في أمريكا. عدد مشتركي تيك توك في الولايات المتحدة 170 مليون مشترك من أصل 1.120 مليون مشترك حول العالم، وتم تحميل تطبيق تيك توك قرابة 733 مليون مرة في عام 2023، وهي أقل بقليل من إنستغرام الذي تم تحميله قرابة 768 مليون مرة. أكثر من 1 مليار مرة تنزيل من متجر جوجل عبر الزمن. هذا نتحدث عن متجر جوجل وليس عن متجر الأبل ستور. لكن لماذا صناع المحتوى يواجهون الخطر؟ تطبيق تيك توك هو أكثر تطبيق إنفاقا على صناع المحتوى. صناع المحتوى يخرجون بالبث المباشر ويجرون التحديات فيما بينهم، ويقوم المستخدمين أو من يتفرج على هذا التحدي بإرسال الهدايا لصناع المحتوى عبر البث المباشر، وهو الأكثر إنفاقا على الإعلانات والمستخدمين من خلال إجراء هذه التحديات. تيك توك تساهم ب 24.5 مليار دولار في الاقتصاد الأمريكي في عام 2023. شركة بايدنس الشركة الأم ارتفعت إيراداتها 40% في عام 2023، وذلك بسبب نمو تطبيق تيك توك في الولايات المتحدة. وحصلت تيك توك في الولايات المتحدة على إيرادات قرابة 16 مليار دولار في عام 2023. أيضا تيك توك يوفر وظائف للشركات الصغيرة والمتوسطة بمقدار 224 ألف وظيفة، وساهم في ضرائب الولايات المتحدة بمقدار 5 مليارات و300 مليون دولار. يعني أيضا حظر تيك توك يشكل تهديد، أو ليس تهديد لكن قد يضغط على الاقتصاد الأمريكي في عام 2024 إن تم حظر هذا البرنامج. الحظر سيأخذ مليارات الدولارات من جيوب المبدعين والشركات الصغيرة، ويخاطر بأكثر من 300 ألف وظيفة أمريكية بحسب الرئيس التنفيذي لتيك توك. في حال تم حظر تيك توك، يبقى السؤال على صناع المحتوى الأمريكيين الذين يستخدمون تطبيق تيك توك، إلى أين سيلجؤون؟ هل ستقوم أمريكا بإصدار أو إنشاء تطبيق مرادف للتيك توك من حيث المحتوى وأيضا الإنفاق، أم سيلجؤون إلى فقط المنصات المعروفة وهي الفيسبوك والإنستغرام وسناب شات وغيرها من التطبيقات؟